اخباركم يا دكاترة، عاملين ايه؟ وحلقة جديدة مع اندودونتيك براكتس ويز مي دكتور محمد عبد الواحد. في الحلقة دي حابب اشير معاك شوية تيبس وتريكس اتعلمتها وجربتها وساعدتني جدا، وحابب اشاركها معاكم عشان اتمنى كمان تكون مساعدة ليكم وتفيدكم في خطوة الاكسس كافيتي بريبريشن. طبعا خطوة الاكسس كافيتي بريبريشن من الخطوات اللي بتساهم في نجاح الاندودونتيك تريتمنت، وكمان بتسهل عليا الشغل وان انا الاقي الاورفيسز والكانالز، وان انا اتجنب ان انا اقع في اخطاء كتير. الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم عن الاكسس كافيتي بريبريشن فور ابر مولرز. اول حاجه بعملها قبل ما ابدا في خطوه الاكسس كافيتي هو ان انا ببدا احدد المكان المتوقع يكون فيه الميزيو باكل والديستو باكل والبلاتر كاسب تيبس. تاني حاجه بعملها ان انا بحدد السمنتو انامل جانكشن من فور دايركشن اللي هما البلاتال والباكل والميزيال والديستال، ودول بحددهم عشان اعرف منهم السنتر بتاع التوس او البالب شامبر مكانه المفروض يكون فين. ان على حسب معرفنا من اللو اوف سنتراليتي، ذا فلور اوف ذا بالب شامبر از اولويز لوكيتد ات ذا سنتر اوف ذا توس ات ذا ليفل سمنتو انامل جانكشن. يعني دايما البالب شامبر بيكون في السنتر بتاع السنه بتاعتي اللي انا هشتغل عليها عند مستوى السمنتو انامل جانكشن. كمان انا بحدد اماكن الكاسب تيب، لان احنا زي ما اخدنا في الديمو بتاع الاكسس كافيتي في الابر مولر في الكليه دايما الاورفيسز بتبقى اللوكيشن بتاعها الريفرنس بتاعه هو الكاسب تيبس. الميزوباكل والديستوباكل والبلاتال دايما الريفرنس بيكونوا غالبا تحت الكاسب تيبس او قريبين منها. بعد ما ببدا احدد اماكن الكاسب تيبس ببدا ارسم في دماغي خطوط وهميه واوصل بينها عشان اقدر اتخيل منها المكان المتوقع او اللي هبدا فيه ان انا ابدا في خطوه تجهيز الاكسس كافيتي. تيب تانية المفروض نكون عارفينها هتفيدنا جدا، ان انا لو رسمت لاين بين الميزوباكل كاسب تيب والبلاتال كاسب تيب غالبا البلاتال والميزوباكل 1 والميزوباكل 2 بيكونوا على السيم لاين اللي انا رسمته ده. الام بي 2 غالبا بتكون على السيم لاين او على بعد 1 او 2 ملم من الخط الوهمي اللي انا رسمته دلوقتي بين البكل والبلاتال. هنبدا نشرح ديمو بسيط كده على اكستراكتد توث الابر 6 مولر. كان لبيشنت اولد ايج، كان عنده روت كيرز، وكانت التريتمنت بلان وان احنا قررنا ان احنا هنعمل اكستراكشن. خدنا اكس راي قبل ما نبدا شغل، بريوبريتيف اكس راي بري ابيكال، ودي خطوه مهمه جدا بتساعدني ان انا اعرف معلومات مهمه جدا زي الفاليوم بتاعت البالب شامبر، مساحه البالب شامبر، خاصه ان البيشنت ده اولد ايج فدايما بكون متوقع ان البالب شامبر هيكون ريديوسد او في كالسيفيكيشن او قنوات ممكن تكون تايت او في بالب ستون. كمان ممكن اعرف منها الكونديشن بتاعت الكنالز اذا كانت نورمال او فيها كالسيفيكيشن او نارو كنالز. هنتكلم عن الاكس ريز وانواعها والممكن استفاد منها ازاي في فيديو منفصل. نبدا مع بعض في اللايف ديمو. زي ما احنا شايفين اول خطوه بنعملها ان احنا بنحدد الدايركشن بتاع البقل والبلاتل والسيمنتو انامل جانكشن. الدايركشن بتاع السيمنتو انامل جانكشن بحدده ببروب ان انا بنزل واحاول اوصل لمستوى السيمنتو انامل جانكشن واعرف الميدل بتاعه منين. يعني انا مش بحدد السنتر بتاع التوث بيك اللي انا شغال عليها من الكراون، انا بحدده من السيمنتو انامل جانكشن. هنا بحدد اماكن الكاسب تيبس وبرسم اللاين اللي قلنا عليه بين البكل ميزيو بكل والبلاتر كاسب تيب، وكان منهم اقدر اتنبأ بأماكن الأورفيس اللي هما البلاتر والميزوباكل أورفيس. هنبدأ نشوف الأرمومنتاريوم بتاعتي أو التولز اللي بستخدمها. أول حاجة أنا بحتاج إندوكس بلورر اللي هو دي جي 16 تكون شارب، وتاني حاجة هنحتاجها هو الدنتال ميرور تكون كلير ميرور وأحسن من كده عشان نقدر نشوف منها كويس، بس أنا مكنتش هستخدمها فجبت أي ميرور. تالت حاجة هنحتاجها هو لونج شانكت روز هيد أو راوند بير، محتاج سايز كبير وسايز صغير على حسب ما بتعرف تشتغل او بتفضل. وهنحتاج طبعا اندو زد بي. اول خطوه في الاكسس كافيتي واللي انا بفضلها ان احنا نبدا نشيل الكيرز ونمشي وراها، وخاصه عند المارجن عشان نقدر نجيب كلير مارجن، عشان لما اجي اعمل ايزوليشن المارجنز بتاعتي تكون كلين واقدر اعمل ايزوليشن كويس. طبعا الاكسس ده كان كيرز دريفن، يعني انا بفضل امشي ورا الكيرز لحد ما بيحصل اكسبوجر. الكيرز نفسها هي اللي بتفتح الاكسس كافيتي اول ما بشيلها، هي بتكون اصلا واصله للبالب شامبر.
او البالب هورت. لو تلاحظ حركة الراوند بير او حركة الكونترا، انا مش بشيل عشوائي، انا بمشي ورا الكيرز وبعمل حاجة اسمها بيلينج، يعني انا بقشر، خاصة في البيشنت اللي بيكون اولد ايج وانا عارف ان البالب شامبر ريديوست، فانا خايف ان يحصل البروفريشن وعايز اوصل بامان للبالب شامبر، فببدأ أشيل زي ما أكون بقشر كده طبقات لحد ما بلاقي البلب شامبر، وببدأ ألاقي إكسبوجر. بدأت أجيب الإندو إكسبلورر وبشوف أنا لقيت الإكسبوجر بتاعي ولا لأ، بشوف فيه دروب ولا لأ، إن أنا في سبيس بتاعة البلب شامبر. طبعا التركية دي اتعلمتها من دكتور إبراهيم النجار، وكانت تركية مفيدة جدا وساعدتني في حالات كتيرة جدا، خاصة الحالات اللي بيكون فيها كالسيفيكيشن أو ريديوست بلب شامبر. تمام، بعد ما اتاكد ان انا وصلت للسبيس بتاعت البالب شامبر او لقيت الدروب بتاعتي، ببدا اعمل حاجه اسمها دي روفينج، ان انا بشيل السطح الروف بتاع البالب شامبر، السقف بتاعه. انا مش شايف حركه الراوند بير، انا مش بلمس الفلور خالص، انا يا دوبك بشيل الروف حركه بسيطه كده وبطلع لفوق، انا مش بنزل تحت خالص. وفضل الخطوه دي اعملها بالاندوزيت بير، بس انا كنت مستعجل في الفيديو فما بدلتش للاندو زيت بير، لان انا الاندو زيت بير هيسهل لي الشغل خالص، انا مجرد بنزل في الاكسبوجر دواتي وبزحلقه كده، لان هو التيب بتاعته سيف وما بتعملش كاتنج، بزحلقها على الفلور، فبتبدأ هي معايا ان هي تشيل الروف. لازم اكون حريص جدا وانا بستخدم الاندو زيت بير، لان هي اجريسيف شوية، فممكن تقطع معايا حاجات انا مش عايز اشيلها، فانا بمشي بالظبط على الاماكن اللي انا عايز اروحها، واكون محددها بالاندوكس بلورر، بشوف الكاتشات، الاماكن اللي فيها تحتيها سبيسز، عشان اعرف ايه اللي هشيله وايه اللي مش هشيله. انا بكمل هنا خطوة الدي روفينج. اهم حاجة وانا شغال اكون شايف كويس، واعمل دراينس كل فترة وفترة، ويكون هاي سكشن معايا كويس عشان اقدر اشوف انا شغال فين ووصلت ليه. هنا شايفين اللي بيطلع معايا بالاندكس بلورر، دي ستون، شايفين الستون اهي، هنحاول نقرب الكاميرا، بالب ستون طلع معانا. دايما قلنا حالات اللي هي الاولد ايج دايما بيكون فيها ستونز، والبالب شامبر بيبقى فيه كالسيفيكيشن كتير، واحيانا بتبقى كومبليكيتد خالص، وصعب ان انا الاقي الاورفيسز او ان انا اوصل للبالب شامبر بسهوله من غير ما اعمل اكسبوجر، فلازم اكون حريص وانا شغال جدا. ابدا بالاندكس بلورر الشارب بتاعي اللي هو دي جي 16، بيكون مفيد جدا في ان انا احدد اللوكيشن بتاعت الاورفيسز، بعمل دراينس والريجيشن. طبعا المفروض هنا كنت استخدم الريجيشن مش الووتر بتاعت اليونت او سلاين مثلا، اي حاجة في الوقت ده، بس الريجيشن بتكون مفيدة جدا لانها بتساعد ان البليدنج يقف، اعمل ستوب للبليدنج، وبتساعد ان انا اعمل ديزولف للبالب تيشوز. طبعا الريجيشن اللي انا بتكلم عليها هنا هي الصوديوم هايبوكلورايت بتركيزات مختلفة، ولو الحالة بايتة يفضل استخدمه فول كونسنتريشن عشان بيكون أسرع في عملية الديزولفينج للبالب تيشو، لأن هي بتكون ريزيستنت شوية، يحصل لها ديزولفينج بالصوديوم هايبوكلورايت. أنا أعتبر كده خلصت أول خطوة معايا في تحضير الأكسس كافيتي. دي صورة واضحة وأقرب. لسه الأورفيس بتاعة الميزيو باكل والديستو باكل ما وضحتش معايا، لسه في ريميننج بالب تيشو. دي البلاتا الكنال واضحة شوية بس لسه برضو، يعني ممكن أنا ما كنتش شايفها وأنا شغال، بس مع التقريب أنا هشوفها. وشايفين الريميننج بالب تيشو دي، يفضل إن أنا أشيلها ويفضل إن أنا أستخدم الريجيشن في الخطوة دي عشان تبدأ تتشال معايا. أنا دلوقتي جه وقت إن أنا أعمل ريفاين للأكسس كافيتي، وأعمل تروفينج عن الـ MB1 والـ MB2 والـ DB1، أو لو في DB2 ممكن برضو. ببدأ أستخدم الإندوكس بلورر، بيحدد معايا لو لقيت كاتش مثلا، ممكن اشك ان الاورفيس ده اللوكيشن بتاع الاورفيس. بشوف لو في مثلا بالب هورن محتاج اشيله، في بالب تيشو او حاجه. هنا بدات اعمل اريجيشن، الاريجيشن في الخطوه دي مهم جدا. طبعا لو دي كيس انا شغال عليها مش اكسيرفت توز، يفضل ان انا استخدم سايد بيت النيدل، مش النيدل اللي انا اشتغلت بيها دي، برضه ان انا اسيب الريجيشن فترة اطول عشان تعمل تكون افكتيف وتعمل مفعول.
هنبدأ بقى في خطوة التروفينج والسيرش فور أورفيسز، هشيل الأوبستريكشن والدنتين شولدرز أو البولجز. الانسترومنتس اللي هستخدمها في الخطوة دي، البير اللي معايا ده حاجة اسمها المانس ديسكفري بير، ده بيكون لونج شانكت بير، الهيد بتاعته بتكون صغيرة خالص، بيشتغل على اللو سبيد كونترا. اللونج شانك بتاع الشانك بتاعها بيكون لونج خالص، فبيديني اكسسبيليتي وفيزابيليتي اكتر، ببقى شايف وانا شغال انا بعمل ايه. استخدمه ازاي؟ ببدأ احركه بالراحة كده، هو بيكون يعني نوعا ما اجريسيف شوية عن الالتراسونيك، بيشيل دنتين كمية أكبر عن الألتراسونيك، فلازم برضو أكون حذر وأنا شغال بيه. هو مش زي الهاي سبيد راوند بير، بس ستيل برضو لازم أكون حذر وأنا شغال بيه، وأستخدمه في الأماكن اللي فعلا أنا محتاج أشيل فيها دنتين أو متوقع إن الأورفيسز تكون في الأماكن دي. هنا لاحظت أو حسيت إن في كاتش بتاع الدي بي والإم بي وان، فدي الأماكن اللي أنا هبدأ فيها أوسع شوية أو أشيل الدنتين اللي فوقيها، بحيث إن أنا أشوف الأورفوس بطريقة أفضل عشان أقدر أوصل لستريت لاين أكسس قبل ما أدخل بالروتري أو أوسع الأورفوس دي، أو كمان برضو قبل ما أخد الوركينج لينس أو أخش بمانوال فايلز، بحيث إن أنا وأنا داخل الموضوع يكون سيف خالص معايا وأتجنب إن يحصل ستريس جامد على الفايل بحيث إن هو ما يتكسرش معايا. شايفين الاستخدام بتاعها او ازاي بستخدم المانس بير؟ المانس بير في بيرز تانية كتير ليها او نفس الخصائص بتاعتها، في ال سي بير برضو. البير دي ممكن تكون غالية شوية وممكن تكون صعب ان انا الاقيها، فممكن استخدم مكانها لونج سيرجيكال بير سايز 2، بيكون برضو الهيد بتاعتها صغيرة واقدر استخدمها بنفس الطريقة، بس يفضل ان انا لو لقيت المانس بير استخدمها، بتكون سيف اكتر وافكتيف اكتر. احاول اعمل فيديو اوضح او اقرب لطريقة استخدام المانس بير، لان هي مميزة جدا وهتفيدنا كتير في الشغل. انا هبدأ خطوة ان انا اعمل اكسبلورينج للكانالز واشوف لو قدرت اوصل لستريت لاين اكسس والقنوات مفيهاش اوبستريكشن والفايل داخل باسف لي شوية. شايفين كده انا لاحظت ان لسه في ستريس وانا نازل في الدي بي والام بي وان. فهكمل بالمانس بير ان انا اشيل الاوبستريكشن اللي على الاورفيسز عشان اقدر انزل في الكانالز باسفلي من غير ما يكون في ستريس جامد على الفايل وانا شغال. هنا بدأت ألاحظ أو أشك إن في ام بي 2، فبحاول إن أنا أعمل تروفينج عشان أوصل للوكيشن أو الأورفيس بتاع الام بي 2. زي ما قلنا بستخدم كمية كبيرة من الإريجيشن على قد ما أقدر، تكون مهمة جدا وأنا شغال. كمان بعمل دراينس عشان أشوف كويس وأشوف الدبرس اللي اتجمعت فين، لأن هنا الدبرس اللي أنا بشيلها وأنا شغال بتتجمع في الـ عند الأورفيس بتاعت الـ MB1 والـ MB2، فده بيكون حاجة مهمة جدا، هي بتكون إنديكيشن لمكان الأورفيس. أبدأ هنا هستخدم ألتراسونيك، مش هستخدم تبات فانسي، هستخدم التب العادية بتاعت السكيلينج مكان المانس بير عشان برضو نعرف ان احنا ممكن نستخدم اكتر من انسترومنت، وان الموضوع مش لازم يكون مكلف او فانسي، انا عندي اوبشنز كتير ممكن استخدمها. الالتراسونيك هنا بستخدمها على باور قليلة شوية مش عالية، وبتكون لايت تاتش، يعني مجرد لايت تاتش، ما بتكونش اجريسيف زي ما كنت شغال ببير او كونترا. انا بحرك التب بالراحة خالص، لان كل ما احرك بالراحة كل ما هتبقى افكتيف اكتر. زي ما احنا شايفين المانوال فايل نزل معايا بس بلي خالص، وقربنا نوصل للفول ورك اللينس ونعمل بيتنسي. بعد ما عملنا خطوة التروفينج والموديفيكيشن للأكسس كافيتي وشلنا الأوبستريكشن والشولدرز والحاجات اللي بتمنعني إن أنا أنزل بس. نكمل في خطوة الريفايننج للأكسس كافيتي، أنا هنا بشيل
لوبستريكشن، بشيل الارياز اللي ممكن اكون شاكك ان تحتيها بالب شامبرز مش هيوصل لها الاريجيشن، انا بفضل ان انا اشيلها، وبفضل ان انا اشيلها بالتراسونيك لان هي ما بتكونش اجريسيف، يا دوبك بشيل الحاجات اللي انا عايز اشيلها، بالتالي انا بكون كونزرفاتيف وبحافظ على التوث ستراكشر على قد ما اقدر. هنرجع نعمل اكسبلورنج تاني للدي بي لان انا كان برضو لسه في شوية ستريس، الحمد لله زي ما احنا شايفين كده ان الفايل نزل باسيفلي من غير اي ستريسز، وقدرنا نعمل بيتنسي بي. طبعا يفضل هنا ان انا استخدم فايل 10 او 8 على حسب لا وضع القنوات اللي معايا. دي صور لقبل خطوة التروفينج، زي ما احنا شايفين الدي بي والام بي 1 والام بي 2 لسه ما ظهروش كويس، لسه عليهم obstruction. هنا ببدأ أشيل الحاجات البسيطة اللي أنا بس عايز أعدلها على فوق الدي بي، وهبدأ أعمل تروفينج للإم بي تو، لأن أنا كنت شاكك إن في إم بي تو في الكيس دياتي. يفضل ان انا اعمل تروفينج وان انا ابحث عن الام بي 2 بعد ما اخلص شيبينج للام بي 1 والأورفيس بتاعي يكون ظاهر والقناة بتكون أوسع شوية، بحيث إن أنا يكون إن أنا أوصل للإم بي 2 وأعرف إنها تايب 1 أو تايب 2 أسرع، كمان عشان أقدر أستفيد من الفيزيت بتاعتي وإن أنا أكون خلصت جزء كبير من الإندودونتيك تريتمنت الشيبينج والأكسس كافيتي، فخطوة الإم بي 2 يفضل نسيبها آخر خطوة. بدأت أعمل إكسبلورنج للإم بي 1 والإم بي 2، بشوف البيتنسي، بشوف الابستريكشن، بشوف الستريت لاين اكسس، في مشاكل وانا داخل وانا بحدد الوركينج لينس ولا الدنيا تمام. ممكن لو لقيت شوية ستريس او لقيت ان انا صعب اوصل للبيتنسي ان انا ابدأ ادخل بأورفيس اوبنر اعمل بري فليرنج كورونال سيرد بحيث ان هو يقلل الستريس على الفايل وهو نازل في الابيكال سيرد. هنا انا بعمل موديفيكيشن للاكسس او ريفايننج. الصوره اللي شفناها في اول الفيديو خالص كان عندي بالب تيشو كان فيه زي لون احمر شويه مد على بني تحت البالب هورنز، انا بفضل اشيل الاجزاء دياتي بالتراسونيك، او لو عندي يلو كود فينيشنج ستون عشان غالبا الريجيشن ما بتوصلش للمناطق دي، فانا لو سبتها دي انفكتد تيشو ف دي بكتيريا، فممكن تكون سبب في الفيلير للاندودونتيك تريتمنت بتاعي وممكن تكون سبب في الديسكلاريشن بعدين. زي ما واضح معايا في الصور كده الاورفيسز الاربعه واضحوا معايا ظاهرين، اغلب البالب تيشو اتشالت، لسه في أجزاء في الوولز محتاجة شوية ريفاينمنت بس إن أنا أشيلها بالألتراسونيك، يا دوبك همشي عليها بالراحة كده، لو في ترابت بالب تيشو أو حاجة ممكن أشيلها بيه، أو ممكن بعد الإريجيشن أبص عليها تاني بحيث إن أنا أتأكد إن هي ديزولفد بالإريجيشن ولا لسه قاعدة. دي صورة للبيتنسي والوركينج لينس لكل القنوات، فاخدنا اكس راي عشان نكونفيرم البيتنسي والوركينج لينس. طبعا انا ما دققتش في الخطوة دي لان ده ما كانش هدف الفيديو، بس حبيت احط الاكس راي دي عشان اوريكم الام بي 2 والام بي 1، نلاحظ ان هي تايب 2 واغلب الحالات بنلاقي ان الام بي 2 تايب 2 برضو، كانت تعتبر هي اصلا بارت من ام بي 1 هم زي دنتين دلتا او حاجه زي كده، بس برضو طالما هقدر اشتغل عليها او اعمل لها شيبينج كليننج لان برضو الجزء ده يعتبر فيه بالتشو وفيه انفكشن فلازم اشيله.